اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالين. يا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين جدد من قناتكم تايو تكرامون. صورنا لكم اول ما نزلت معرض لوس انجلوس من امريكا، وصورنا لكم بعد ما جاب عبد اللطيف جميل بسبب كثير منكم يبي السياره. والله اني ما انساه، اول ما نزلت كانوا كثير يدخلون عليه بالخاص، يا ابو بندر نبيك تصور السياره. قلت يا ناس هي خاصه السوق الامريكي، ورحت علشانهم معرض لوس انجلوس وصورنا لكم كراون، صورنا لكم سكويا، وصورنا لكم غطينا لكم معرض بشكل عام، ونزلنا لكم جزء تكلمنا عن مواصفات بريميوم والماجستا اللي هي الفول كامل. الفيديو هذا وش راح يكون؟ راح يكون تركيزنا كله على قيادة تويوتا كراون، خط ومدينة وممكن نفوت ما ندري. كمل الفيديو ساعدني رايك بالزاوية الحلوة ما شاء الله. طبعا الفئة اللي معنا هذه 2400 تيربو هايبرد، ماكينة جديدة وتقنية جديدة بالكامل، اللي هي نفس نزلت على اللكسس الار اكس 500، زايد الجير 6 سرعات اللي راح يكون بعد تقنية جديدة من الصانع الياباني، جامع ما بين تروس وما بين الكهرب عشان يعطيك صرفية بنزين افضل ويعطيك قوة. 344 حصان واربع سلندر، ركز معي. زايد طول العمر تعتبر شاصي جديد، الموتر جديد كليا، نكهة الكروسوفر اللي قامت أغلب الشركات على مستوى العالم يتجهون لسيارات الكروسوفر، لأن الطلب العالمي صار يبون سيارات كروسوفر وسيارات مرتفعة. فالسوق الياباني جمع ما بين الكروسوفر وما بين السيدان بطريقته هو. خلوكم معنا وكملوا الفيديو، نعطيكم عدسة حلوة ما شاء الله تبارك الله يزاوي. هلا بالغالين، فللنا من عند المحطات الاولى اللي على طريق الرياض، بترول اللي دائما فلل عنده، كان فيه فل ناقص شوي، شيء بسيط فغلقناه تغليق، اعطانا مسافه متوقعه 560. حجم التانكي كم؟ 55 لتر. بنحط على وضعيه الايكو، وهذه اللي هي وضعيه الايكو، وبنشوف كم يمشينا وبنثبت على سرعه الشارع. 55 لتر، اعطونا توقعات كم راح يمشينا. هذا حنا دخلنا القصيم، شوفوا كم مشانا المسيون، 317 كيلو من يوم طلعنا من الرياض، ومسافة متبقية 188 على وضعية الإيكو. التانكي مثل ما قلت لكم 55، فأنا بالنسبة لي صراحة أشوفه حجمه صغير يعني مقارنة، وماشيين على نفس سرعة الشارع. في الوضع نبي نعدي نطلع من القصيم وشوف يمكن نعبي محطة حق سنان قبل حاين. أول شيء بيتبين لنا إذا طلعنا من القصيم نشوف كم باقي. العزل سكن هو شوي على سرعة 126، في يا طول العمر صوت هواء خفيف بالعوار من هنا، حتى على سرعة الشارع 140 في صوت هواء. العزل الأرضي لا 100%، توب التوب من أحسن ما يكون العزل الأرضي، مع إنه جنط 21 تخيل، بس اللي فوق هو اللي أعطيه تقريبا 6 من 10، يعني يعتبر عزل متوسط صراحة بالعوارض، بس الأرضي لا تمام. تعدينا طلعنا من القصيم مظبوط، وكان باقي مسافة متبقية 160، ومشينا 347 من يوم طلعنا من الرياض. الخطة وشي؟ نبي نروح للمحطة اللي دائما عبي من عنده قبل، اللي تجي عند شنان وعند مفرق شنان. المسافة المتبقية 167 كيلو، يعني بتولع اللمبة، فأنا ودي أشوف كم تمشي بالضبط يعني.
هذا قربنا الحائل ما بقي شيء. طبعا انا ما ادري صورت لك يوم طلعنا من القصيم ولا لا. شوف هذا من يوم طلعنا من الرياض مشينا 481، مسافه متبقيه ولعت اللمبه يوم وصل 33، الحين مسافه متبقيه 4 كيلو باقي. اتوقع المحطه حقت مجموعه السيف اللي بهماك عند مفرق اسنان باقي له يمكن 20 كيلو اتوقع. فاذا وصلنا ان شاء الله اصور لكم باذن الله. ايش رايك بوندر ناحيه الموتر راحه؟ جهه الراكب مريح من احسن ما يكون ما شاء الله تبارك الله، بس الملاحظه الضيقين شوي، هذا بارز بحكم طولي 192، المتوسطين الطول ما راح يحسون بالشيء هذا، فدائم حط النقطه هذه ببالك. هناك اوسع طبعا لانه ما في الديكور متقدم. الهواء اللي انا اشوفه الحين في صوت هواء خفيف بالعوارض، في صوت هواء خفيف بالعوارض، والبرنامج اللي دائما يشغله لك يوم انا شوف كم بيعطينا، لازم اسكت علشان يعطينا عزه صح. هذا البرنامج من 67 إلى هذا، إذا تكلمت يزود ترى طبيعي، هذا العزل بالنسبة له. هل يلاحظ إنه صوت هواء بالعوارض؟ الأرضي لا، حلو، ممتاز الأرضي، بس اللي فوق واللي شوفه نعتبره متوسط، يعني تقدر تعطيه 6/10. شوف وصلنا المحطة اللي قبل مفرق اسنان مجموعة السيف اللي موجود به مطعم ماك. من يوم طلعنا من الرياض طبعا عبينا فل، عبينا فل هنا بالمحطة، من يوم طلعنا الرياض إلى هنا 506، بتمشيك 506، ولعت اللمبة وصفر العداد صفر كل شيء ومشتنا 506. كم فللت؟ فللت يا طول العمر 114 ريال و48 لتر، 48 لتر قل لترين باقي 7 لتر وتوصل 55 لتر، يعني بتمشي زود، بتمشي زود، لانه هو اعطاني مسافه متبقيه 560، وركز معي ان 560 الطريق كان فيه هواء واغلب سرعه الطريق 140، فبتمشيك تيايوتا كراون خط هواء، يعني على حسب انت قبل المفروض انك تعبي قبل تولع اللمبه، بتمشيك 500، هي بتولع لك اللمبه قبل 500 طبعا، بس انت حط ببالك انها بتمشيك 500 بالراحه. هذا مستوى البنزين حق تويوتا كراون. كمل الفيديو. سيارة للبيع جديدة أو مستعملة، صورها واعرضها لملايين الزوار في حراج. يا أبو بندر إيش رأيك بالموتر؟ أول شيء خلينا نوريكم القيادة الشبه ذاتية. عندك الرادار تم يخرج على مسار، تم يخرج على مسار تفاعلي، الرادار قيادة الشبه ذاتية كلها موجودة، كلها موجودة. نفس أغلب سيارات تويوتا، والتم يخرج على مسار تفاعلي. مجرد ما تطلع راح يعطيك تنبيه، راح يعطيك تنبيه ويرجعك. فيه نظام ترجع وفيه نظام الاهتزاز بعد، بس بشرط انه يقرا الخطوط. تقدر حتى تتحكم بالحده بعد. هذا شيء، الشيء الثاني بروجيكتر دقته حلوه وزينه. النور الواطي يعتبر نازل شوي، العالي لا مضبوط. هذا هو شمس ما شاء الله، وعدسات ثلاث عدسات اربع عدسات متكيفه طبعا، متكيفه اذا صارت في سياره قدامك اذا حطيت العالي على الاوتو ينزل اللي مقبل السياره ويرفع من الجهه اليمين. الملاحظات طيب ابو بندر من ناحيه الراحه، شوف كراحه، كراحه مريح الموتر، بس في قساوه تعتبر جدا بسيطه، يعني قساوه خفيفه بالمراتب للناس اللي يدققون يعني. ولا كراحة ومطب من أحسن ما يكون ما شاء الله. بس الشيء الثاني غريبة من صديق الياباني، ما أدري شو أحسه صراحة، يعني يشتغل هالشغل الزين والفخم ولا حط إضاءات محيطية. ليش ما حط إضاءات محيطية ما أدري، حاط بس إضاءات بالمقابض هنا بس، السواق والراكب وفي إضاءات تحت بس لا إضاءات محيطية كاملة ما في. ليش ما أدري، ما أدري شو صراحة. يعني انت صديق الياباني يرحم والديك، تكفى اضاءه محيطيه ما راح تضر، ما راح تضر اذا حطيت، حرام عليك. احنا موتر من داخل فخم وكل شيء مزين، حط اضاءه محيطيه وش المشكله يا اخي. ولا كمركب ما شاء الله رايق، لاحظت الوسع انا بحق السواق، السواق زين صراحه جهه السواق، لانه الديكور ما هو كامل، يعني الديكور فيه فتحات قدام السواق، بس الراكب لا. قدامك بارز شوية الديكور،
والعزل، العزل ترى هواء صراحة ما بيظلم الموتر، هواء هواء أغلب الوقت إحنا نمشي هواء. قبل شوية إحنا رحنا مع اتجاه مع الهواء يعني مو عكسه، عزل صار زين، بس الحين عكس الهواء فطالع شوي يعني، يعني تقدر تكون متوسط كصوت عزل. والشيء الثاني العزل الأرضي، العزل الأرضي ممتاز لصار أسفلت ناعم، إذا خشن لا ينزل مستوى العزل إلى تقريبا 6 من 10. طيب ويندر موتر خط؟ اي والله موتر خط، موتر خط، ركز انه مرتفع الموتر. بعد كم يقولوا بندر قارن لنا بينه وبين الابلون، الابلون اذكر الفل كان فيها التعليق ناعم ناعم، بس هذا لانه مرتفع وجنطه 21 بيفتفرك تفرق المعادلة يعني. طبعا يا صديقي حط ببالك ترى الدفع الرباعي بس الماجستير فل كامل، تدخل ببر عادي، بس اهم شيء انك تنتبه للصدام ما يجي شيء، ما عندك اي مشكله. هذا الدفع الرباعي، البريميوم لا دفع امامي بس، وهي الاساس كله دفع امامي، ترى ما في دبل ما في شيء الا انه دفع رباعي فقط. من ضمن الأشياء اللي عجبتني الموتر فيه نعومة، فيه سلاسة بالقيادة، يعني داخل المدينة رايق، فيه 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 متعة بالقيادة. تعرف شلون أقولك السيارات اللي ما تقولك يعني فرق عن سواقة سيارة السيدان، السيارة المرتفعة ما أدري شلون أشرح لك، بس فيه متعة ما راح يستشعرها إلا الناس اللي يحبون السيارات المرتفعة. أنا أقدر السيارات المرتفعة صراحة، فالناس اللي يحبون سيارتهم مرتفعة راح يستشعر الإحساس اللي أنا أقوله. وبعدين ما شاء الله استجابة الدعسة والأشياء الثانية يعني ما هي سهلة ما شاء الله تبارك الله. ترى حطوا على الإيكو بعد، فالموتر أنا متأكد إنه في ناس وكثير من الناس اللي يحبون خص السيارات المرتفعة راح تجوز له متعة القيادة لتويوتا كراون. أقول لا يدري أحد، ها أنت أبو يدري أحد، أدري الموتر ما هو حق نفود بس مرتفع، أهم شيء وجه ما يحك الأمور طيبة. شوطين والله، بس شوطين هنا، ها بس شوطين، بس تكفون تكفون لا يدري أحد. طبعا حط قاعدة عندك، أول ما تدخل النفود تسكر المكيف، تفصل زر من الانزلاق، يشتغل عندنا بالشكل هذا، شوف مزبوط، وبنحط وضعية سبورت بلس اخر السماء، سبورت بلس ايوه، على طول بيشتغل المحرك، تبترونك وروح يا الحبيب، هذا تبترونك
دور على الكلاسيك والمخزن تلقاه في حراج. توقعات كم يبدع ولا لا؟ مشكلتي مفتن بهالنفوت. أي شيء موتر بس خشمه مرتفع شوي. ادخل يا حبيب. بيضها يا ذيب ولا لا؟ هو كبرت 25. أدبالي أنا آسف. اقسم بالله مجنون جنطر 21 مجنون. نقطة مهمة الغالين، ترى ما هي النفود ولا أصلا ما بوضعية فرود.
ايش تخبرون خويكم؟ لا شاف النفوذ ضاعت علومه. بس يعطي الموتر ها؟ يمكن بيف شيء ترفعه ممكن يضبط، ما عندك مشكله. يعني ببالك اذا انت باتر تدخل النفوذ دخلات خفيفه، اذا انت متمكن بسواقه ما عندك اي مشكله، بس لازم تنتبه للزوايد هذا الصدام اللي تحت عشان ما يجي شيء. شفت شلون يزلق ما شاء الله الموتر يا اخي، جنطر 21 دايم يعطيك جو، يعطيك جو ما شاء الله تبارك الله. رايكم اداء المزيونه بهالبر ما شاء الله؟ والله يجي منه صراحه ها اخ، والله صراحه حبيتك صديق الياباني، حبيتك في هالنقطة، جامع سيدان كروسوفر برديرة كلش فالأمور طيب صراحة، والله ما هو سهل يعني، هو ترى مو للبر هو بس ما يعني تخبرون انت الحين يصير الجو زين مطرة خفيفة شيء تبي شعيب قريب ما يمديك يطلع، يمديك تطلع ما عندك مشكلة يعني يجي منه هذا زين. مستوى كراون طالعة الغاط الار بي ام طبعا الهايبريد راح يختلف عن حق البنزين، ترى غير تقنية جديدة عشان تكون بالصورة. تورك بيبين لك قوته ما شاء الله 550، ما فيها رد طفية عزم 550 نيوتن، فمع الطلعة بتحسه الحين مع الأرض مستوية. شو هذا مستوى تويوتا كراون مع طلعة الغاط؟ تبحث عن سيارات للبيع؟ حراج أكبر منصة بيع وشراء للجديد والمستعمل. طبعا مثل ما قلنا لكم تجربة سريعة، وكان تركيزنا كله على سواقة كراون. شوفوا طفل المحرك الحين يشتغل هايبرد، كان تركيزنا كله على مستوى شو اسمه العزل والبنزين كم يمشي كل الاشياء هذه، لان فصلنا لكم اكثر من مرة صورنا لكم هذه المعنى الفئة. طبعا فئة الفل في بعض النقاط بذكرها لكم. ابو بندر وش رايك الموتر بشكل عام؟ شوف الموتر، شفتوا العزل، انتم شفتوا كل شيء، لا تنسى نقطة ان الموتر مرتفع، يعتبر كروسوفر مع سيدان شوي بس انه مرتفع. شفتوا شلون دخلناه ابو بالنفوذ اللي قلت لكم صوتها الهواء اللي بالعوارض على خفيف، يعني تشغل شيء بالراد وبالسي دي ممكن بعض كم ما ينتبه، بعض كم يركز وبعض كم لا، فتختلف استشعارات بعض الناس عن الناس الثاني، بعضهم دقيق وحساس باي شيء وبعضهم لا ما ينتبه، مجرد ما يشغل الراد ولا اي شيء راح ما يسمع شيء. الماكينه والجير تقنيه جديده بالكامل من الصانع الياباني اللي نزلت على الاكسس الار اكس 500. الجير ترى بعضكم يقول له 6 سرعات شلون ما يصرف ما شلون، لا يا صديقي هذا جير جديد بعد تعتبر تقنية جديدة مطورينه اليابانيين، جامع ما بين التروس العادية المعروفة وما بين الكهرب. والمكينة بعد نفس الوضع اللي هي جمعت التيربو والهايبرد. الموتر بشكل عام أنا أشوف في ناس كثير منتبهين له، يعني وانت تمشي بالشارع ملفت للانتباه. تخيل أنا اللون العادي شلون لو اللونين، اللونين انا احس بتفرق مع ناس كثير، يصير ملفت الانتباه الاكثر. فانا النيه ان شاء الله باذن الله، لانه كثير منكم ارسلوا لي قالوا بندر نبي تاخذ النصف اللي هي بريميوم، ان شاء الله اني باخذه، لان هذيك ماكينته تختلف عن ماكينه هذه. هذيك ماكينه كامري اللي هي 218 حصان و221 نيوتن، فراح تعطيك صرفيه بنزين افضل، بس هذه اذا تبي قوه هذه حنجرب لكم التسارع. الكثير ممكن طلب التسارع حكم انه 344. شوف اول اذا صارت على الكمفورت ولا الايكو، مجرد ما تحطه على السبورت بلس على طول راح يشتغل المحرك. لينش كنترول بسم الله
تغير النمر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله طيارة وتم. تخيل هو جديد، جديد الظاهر أنه توي كمل 1000. الثيم وفصلت زر ما انعزلق وبسوي تسارع بدون لانش كنترول. زين ركز بتبديل النمر. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله. الجير استشعره انا كأنه ثمان سرعات، ما في نتعات وصافية ناعمة تبدير بين النمر. بعض الأشياء وبعض النواقص أتوقع يمكن تنزل بالدفعات الجاية، ما أدري، ممكن. الإضاءات المحيطية، استارة جانبية، لازم في استارة جانبية. سقف البانوراما بشكل عام، مو بس تويوتا كراون، أغلب السيارات السيدان وحتى بعض السيارات الجوم لازم تحط تظليل فوق، لازم. هذه معروفة حتى بالسيارات الأوروبية، تحط تظليل من التظليل الزين عشان تخف عليك حرارة الشمس، لازم. هذه نقطة مهمة إذا أنت بتاخذ السقف البانوراما. الجهة الجانبية صراحة كبر الموتر، أنا بالنسبة لي جاز لي لأني دائما أحب السيارات المرتفعة. في إضاءة ترحيبية اللي هو شعار الكراون اللي هو هذا، جاي رايق وشكله حلو. هذا هو عندك أبواب شفط، اللون هذا لؤلؤي. قزاز مو مدبل، اتوقع يمكن الدفعات، ما ادري بس ممكن المفروض انه ينزل قزاز مدبل. الشنطه طريقه فتحها بالطريقه الذكيه، مجرد ما تحط رجلك تحت راح تفتح بس الموتر شغال. وش بعد الغاليين؟ هذه اهم الاشياء. بسم الله. ترى حسيت انا من السماء والكفرات، ترى قبل بس ما وزنها. عندك طول العمر، اول شيء تغل، اول شيء قبل لا تعلق فيه تقدر تغير هنا. شوف كل الاشياء تقدر تحطها هنا، مظبوط. نفس اللي على اليسار تقدر تسوي بعد تقييم، تضيف وش اللي تبيه، تبي تشيل هذا ما تبيه، يعني اشوى. صار مرن احسن من فئه الطبلون الموجوده اول بسيارات تويوتا، ودنا بعد اجمل واجمل. الحين نجي هنا، هذا تقدر تحط هذا، شوف تحط الجي بي اس، تقدر تخليه كامل بالشكل هذا، ثلاث وجي عندك اذا تبي كذا بالشكل هذا. وهنا تدخل عند البروجيكتور والاعدادات، تسكر نقاط العمياء، تسكر تنبيه خلفي، ترى فيها تنبيه صادم امامي وخلفي وحساسات اماميه وجانبيه ونقاط عمياء وتنبيه صادم امامي وخلفي، ففيها حزمه امان كامله. اعدادات اللي هي هذه، قرب الشاشه شوي، يعني انا اشوفه بالتصوير يرمش. شوف نوع العداد، تبيه كذا عدستين وتقول له تبيه بالنص، يجي كذا بالنص بيخليك كذا، ويتغير على حسب، على حسب وشو، اذا رياضي كل ذولي. فحلوه صراحه، حلوه يعني، اخيرا اقسم بالله اخيرا. شوف تقدر تغير هنا بعد، تضيفه زينه وسهل، سهل بالحيل. صرفية البنزين والمدري ايش، كلها موجودة. وهنا تقدر بعد نرجع لضبط العداد اللي هو هذا، عشان نوريكم نوع العداد. هنا باقي نمط العداد ما جيناه، هذا هذا كامل، يجيك كامل بالشكل هذا. شوف يجيك كامل، تبي كذا بدون ارقام بدون شيء بيجي كذا، وانت حكم بالشيء اللي تبيه على كيفك. طيب
خلونا أوريكم الحين أنواع العدادات. في شيء نمط وفي شيء اللي هو نوع العداد وفي نمط العداد اللي هو هذا الثيمات. عندك هنا هذا عادي، وعندك هنا الذكي، وعندك هنا قوي. شوفوا تغيرت الخلفية، تشوفون امشي بالخلفية هذه تغير بسيط. بس ليش صار على هالشيء هذا؟ لاني انا ضاغط على الخلفية اللي بدون عدادات. خلينا نرجع الحين مرة ثانية. شو نوع العداد؟ نروح نخليه عدستين كبار. الحين نرجع نمط العداد ونختار هذا رياضي، وهذا قوي، وهذا ذكي، وهذا عادي. فبه دبرة، به دبرة صراحة. البروجيكتور عارف شايفينه، باقي الأشياء الثانية هذه سهلة كلها. شارح لكم من قبل، الشاشة الوسطية يدعم الكاربلاي التدفق، بس هذه ولي نفس نظام الليكسس الاكس والاركس. باقي الأشياء الثانية هذه شارح لكم من قبل، مفصل لكم من قبل مع الشفتر. هذا البوري. بس خلصنا الغالي. بالنسبة للأسعار، الفئة الماجستا اللي أنا جربتها تجي لونين أو لون واحد ب 229,000. البريميوم اللي تجي راح تجي نص فل، تجي بعد لونين، تبي لون واحد او لونين، راح يكون سعره ب 178,000 ريال. اعذروني طولنا عليكم الفيديو، حاولت اصور لكم كل شيء. الشيء الثاني، اذا ودكم نجرب بريميوم اكتبوا لي تحت، اذا عليها في كثير منكم يبي يجربه راح اجربه لكم ان شاء الله. فمان الله وبحفظ الكريم.